ما زلنا تحت عنوان الـ Bones of the Upper Limb. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الكلافيكل، المرة دي هنتكلم عن الـ Posterior Bone اللي تكون الـ Shoulder Girdle، ألا وهي الـ Scapula. الـ Scapula من شكلها واضح إن هي من الـ Flat Bones. الـ Flat Bones كل كلامي عنها عبارة عن Borders و Surfaces و Processes لو في Processes خاصة بيها. على سبيل المثال مثلا لما اجي ابص على السكابيلا شكلها مثلث الشكل بالمنظر اللي احنا شايفينه ده مثلثه موجوده فين بالظبط؟ موجوده على البوستيريو سوبيريور بارت بتاع الثراسيك كيج. ده كامل الثراسيك كيج، ده كامل الثراسيك كيج. السكابيلا موجوده فين؟ موجوده في الجزء ده اللي هو سوبيريور وعلى البوستيريور اسبيكت، سوبيريو بوستيريو اسبيكت اوف ذا ثوراسيك كيج. ايه وظيفه السكابولا؟ السكابولا مش موجوده غير عشان حاجتين، انها تمسك في الكلافيكل بالهيومرس. يعني وظيفه السكابولا انها بتعمل كونكشن بين الكلافيكل والهيومرس. طيب تعال نبص على شويه معلومات عن السكابولا كده. السكابولا بتاعتنا ليها اتنين سيرفيسز، واحد موجود انتيريورلي وواحد تاني موجود في الجزء اللي ورا بوستيريورلي. كل سيرفيس من دولت بيشكل فصة بداخله. على سبيل المثال مثلا الانتيريور سيرفيس بتاع السكابولا بيعمل فصة اسمها سب سكابولار فصة. في حين ان البوستيريور سيرفيس بيكون عنده اتنين فصة، واحدة فوق السباين وواحدة تحت السباين. اللي فوق السباين اسمها سوبرا سباينس فصة، اللي فوق السباين اسمها سوبرا سباينس فصة، في حين ان اللي تحت السباين اسمها انفرا سباينس فصة. يبقى هو عنده اتنين سيرفيسز، عنده تلاتة فصة، واحدة منهم موجودة على الانتيريور سيرفيس واتنين موجودين على البوستيريور سيرفيس. طيب تعال نبص على البوردرز بتاعت الاسكابولا. الاسكابولا زيها زي المثلث بالظبط، والمثلث بيكون ليه تلات اضلاع. نفس الحكاية عندي في الاسكابولا، عندها السوبيريور بوردر وعندها ميديال بوردر وعندها لاترال بوردر. بالنسبة للسوبيريور بوردر من شكله كده هو أقصر بوردر في السكابولا، في حين إن اللاترال بوردر بيكون هو أضخم بوردر، the most أو the thickest بوردر موجود في السكابولا، بينما الميديال بوردر هو the longest بوردر. يبقى الميديال هو اللونجست، السوبيريور هو الشورت، اللاترال هو السايكست بوردر بتاع الاسكابولا. كده خلصنا البوردرز بتاعت الاسكابولا. طيب تعال نتكلم بقى على البروسيسز بتاعت الاسكابولا. بروسيسز يعني الاطراف او الزوائد الموجوده في الاسكابولا. على الرغم من انها فلات بون الا ان في بعض الزوائد اللي طالعه منها، واول الزوائد منها هو الجزء الموجود على البوستيرير سيرفيس ده اللي هو السباين بتاع الاسكابولا. طيب الزائدتين التانيتين موجودين فين؟ واحده موجوده على الانتيرير بارت اللي هي ديت، وديت اللي اسمها الاكروميوم بتاع الاسكابولا، والتانيه اللي هي الكوراكويد بتاع الاسكابولا. يبقى تاني الجزء الموجود انتيرير هو الكوراكويد، والجزء الموجود بوستيرير هو الاكروميوم بتاع الاسكابولا.
ده بالنسبة للبروسس. فاضل لنا حاجة واحدة لسه ما اتكلمناش عنها وهي النوتشز. السكابيلا فيها بعض الأجزاء اللي تلاقيها منخفضة عن السيرفيسز اللي موجودة فيها. على سبيل المثال مثلا انت شايف ايه هنا منخفض؟ اهو منخفض اهو جزء نوتش، نوتش ظهر عندي على السوبيرير سيرفيس او على السوبيرير بوردر بتاع الاسكابيلا. الجزء النوتش ده بما انه موجود على السوبيرير بوردر فاسمه سوبرا سكابيولر نوتش. طيب في نوتش تانية؟ اه في نوتش تانية، بس هنضطر ان احنا نغير السايد بتاع الاسكابيلا بحيث ان احنا نبص من تحت هنا من الجزء ده كده. في نوتش واضحة بين السباين بتاع الاسكابيلا وبين اللاترال بوردر بتاعها اللي هو الجزء ده. الجزء ده بين السباين وبين الجلينويد كافيتي اللي هنتكلم عنه دلوقتي، فعشان كده اسمه سباينو جلينويد نوتش. والسباينوجلينويد نوتش مهمة لأن بيعدي منها حاجات مهمة هنعرفها إن شاء الله في آخر المحاضرة دي. كده احنا قلنا اوفر اول فيو. طيب تعالى، او في حاجة لسه ما قلناهاش لحد دلوقتي، الانجلز بتاعت السكابيلا. السكابيلا زي المثلث برضو ليها 3 انجل، انجل منهم موجودة تمام سوبيرير وانجل انفيرير وانجل تانية موجودة لاترال. يبقى سوبيرير انجل انفيرير انجل ولاترال انجل. تعال نتكلم بقى على كل حاجة من الحاجات اللي احنا قلناها ديت بالتفصيل. هنبتدي بالبوردرز. احنا عرفنا ان السيرفيسز واحد انتيرير، والانتيرير ليه اسم تاني؟ ليه اسم تاني اسمه كوستال. عارف اسمه كوستال ليه؟ لان هو ريليتد للريبس. زي ما احنا شايفين الريبس موجودة على الانتيرير سيرفيس بتاع السكابيلا، في حين ان البوستيرير سيرفيس بيكون موجود على الباك، ريليتد للباك، فليه اسم تاني دورسال سيرفيس اوف ذا سكابيلا. طيب تعالى نتكلم على البوردرز. اولا السوبيرير بوردر، قلت لك لما يجي كلمه سوبيرير بوردر تفتكر كلمه شورت اس اس سوبيرير بدأ والشورت بدأ بحرف الاس. ايه اللي بيميز السوبيرير بوردر؟ قالك لما اجي ابص عليه من ورا في نوتش موجودة على اللاترال بارت بتاعه. النوتش اللي احنا قلنا عليها كان اسمها ايه؟ تمام سوبرا سكابيلر نوتش. السوبرا سكابيلر نوتش دي تعالى نتكلم عنها شوية. السوبرا سكابيلر نوتش اللي احنا عندنا شايفينها قدامنا دي بتتحول لسوبرا سكابيلر فورامين. الفرق بين نوتش وفورامين يعني ايه؟ نوتش معناها جزء مفتوح ومعرض للسيرفس يعني حفرة، انما فورامين معناها خرم. فازاي الحفرة دي هتتحول لخرم؟ هيجي ليجامنت مهم يغطيها، والليجامنت المهم اللي يغطيها عشان يحولها الفورامين هيفضل برضو بنفس اسمها، اسمه سوبرا سكابيلر ليجامنت. السوبرا سكابيلر ليجامنت لما بيغطي السوبرا سكابيلر نوتش بيحولها لسوبرا سكابيلر فورامين. السوبرا سكابيلر فورامين من الكونتنت بتاعته حاجتين. الحاجة الاولى اللي بتعدي في الليجامنت ذات نفسه، وده النيرف الموجود في المنطقه ديت، والحاجه الثانيه وهو ارتري بيعدي فوق الليجامنت اسمه سوبرا سكابيلر ارتري. الاستراكشرز ديت بما انها موجوده في السوبرا سكابيلر فورامين فهي برضو اسمها سوبرا سكابيلر نيرف اند ارتري. اهم حاجه ان النيرف هو اللي بيعدي داخل السوبرا سكابيلر ليجامنت، في حين ان الارتري بيعدي فوقيه. هتفتكرها بايه؟ الارتري دايما بيعدي بلد، فما ينفعش ان هو يتزنق في ليجامنت ناشف زي السوبرا سكابيلر ليجامنت. كده احنا خلصنا الكلام بتاعنا على السوبرا سكابيلر نوتش او السوبيرير بوردر عامه. طيب تعال نتكلم على الميديال بوردر.
قلنا ان الميديال بوردر هو البوردر الموجود ناحية الميديال سايد، وليه اسم تاني اسمه فيرتيبرال بوردر. فيرتيبرال بوردر ليه؟ لان زي ما احنا شايفين ادي الميديال بوردر ريليتد للفيرتيبري، فليه اسم تاني فيرتيبرال بوردر. وقلنا ان الميديال بوردر هو اطول بوردر. طيب اتبقى لنا البوردر الاخير وهو اللاترال بوردر، واللاترال بوردر زي ما قلنا ان هو السايكست بوردر، وكمان ان هو ريليتد لمنطقه الاكزيلا، فعشان كده سميته اكزيلاري بوردر. يعني ايه اكزيلا؟ يعني المنطقه اللي بين الارم والسكابولا اللي هي المنطقه دي، فهو بيشكل بارت بتاع الاكزيلا، فعشان كده اسمه اكزيلاري بوردر. كده خلصنا البوردرز. طيب تعالى نتكلم على الانجلز بتاعه السكابولا، ونبتدي كلامنا على اول انجل معانا وهي السوبيريور انجل بتاعه السكابولا اللي هي الانجل دي. السوبيريور انجل بتاعه السكابولا موجوده بين السوبيريور سيرفيس والميديال سيرفيس بتاع السكابولا قصاد الريب رقم 2، في حين ان الانفيرير انجل موجوده بين الميديال سيرفيس بتاع الميديال بوردر بتاع السكابولا واللاترال بوردر بتاع السكابولا وقصاد السيفنس ريب بين 2 ل 7. يبقى السوبيريور انجل كانت قصاد ريب رقم 2 والانفيرير انجل كانت قصاد ريب رقم 7، في حين ان اللاترال انجل ديت عليها كلام كتير خالص. اولا ان هي بتشكل الجلينويد كافيتي، او اقدر اقول ان اللاترال انجل عباره عن جزئين، عباره عن كافيتي ونك. للكافيتي ده الكافيتي اسمه جلينويد كافيتي، والنك بتاعته موجوده ميديالي. بالنسبه لي النك اللي هي دي اللي هي دي موجوده ميديالي بالنسبه للجلينويد كافيتي. تعال نتكلم على الجلينويد كافيتي شويه كلام. اولا الجلينويد كافيتي اللي احنا شايفينه قدامنا ده هو بون بيتغطى بفايبرو كارتيليجينس استراكشر اسمه لابرام جولينيدال. الاسم ده ما بيفكركش بحاجه؟ لا، بيفكرني ان كان في انترا articular structure كانت بتتواجد، كان منها مثلا المينيسكس في الني جوينت، الكلام العجيب اللي كنتوا بتدرسوه في الترم الاول ده، واللابرام جلونيدال الموجود في الشولدر جوينت. ادي اللابرام جلونيدال عباره عن cartilage structure موجود على الجلينويد كافيتي. الجلينويد كافيتي ده بيكون عليه اتنين او جزئين tubercles، يعني جزئين برزين موجودين عليه، واحد موجود على السوبيرير بارت اللي هو ده، واحد تاني موجود على الانفيرير بارت. بما انه فوق الجلينويد كافيتي فاسمه سوبرا جلينويد تيوبيركل، والتاني موجود تحت الجلينويد كافيتي فاسمه انفرا جلينويد تيوبيركل. ايه وظيفتهم؟ هنعرف وظيفتهم. دول بيعملوا اتاتشمنت ليه عضلتين مهمين جدا في الابر لامب، هنعرفهم لما نوصل للمكان بتاعهم. كده احنا خلصنا البوردرز، قصدي البوردرز والانجلز والسيرفيسز. اتبقى لنا ايه؟ اتبقى لنا البروسيسز بتاعه السكابولا. قلنا البروسيس الموجود على الدورسال سيرفيس كان هو السباين بتاع السكابولا. تعالى نتكلم على السباين كده بالتفصيل. السباين بتاع السكابولا بالشكل اللي احنا شايفينه ده برضو مازال شكله زي التراينجل، يبقى تراينجلر شيلف لايك ستراكشر. التراينجل شيلف لايك ستراكشر ده هو بيتكون من جزئين، جزء ناحيه الميديال سيرفيس او ناحيه الفري بوردر اسمه كريست اوف ذا سباين. الكريست بتاع السباين ده اللي عندي اللي هو الجزء ده بدايته في جزء بارز اسمه spinous tubercle او tubercle of spine، وبقيته هو الكريست. الكريست ليه upper lip يعني الشفة او surface لفوق
والسيرفس تاني لتحت upper lip، والسيرفس تاني لتحت اسمه lower lip. الاكسباندد بارت بتاع السباين هو الموجود ناحية اللاترال سيرفس، وهو ده اللي بيمثل البروسس التاني اللي اسمه الاكروميون of the spine او الاكروميون بروسس. كده احنا خلصنا كلامنا على السباين. نتكلم على الاكروميون، هو اللاترال اكستنشن بتاع السباين، وعنده برضو الاكروميون لما اجي ابص عليه الاقي ان ليه ميديال بوردر ولاترال بوردر، وان ليه انتيرير سيرفيس وبوستيرير سيرفيس. ده البوستيرير سيرفيس، واللي قدام هو الانتيرير سيرفيس بتاع الاكروميون. ادي الانتيرير سيرفيس اهو، والبوستيرير سيرفيس انا علمت عليه، وادي البوردرز، ادي الميديال بوردر بتاعه وادي اللاترال بوردر بتاعه. اتبقى لنا ايه؟ اتبقى لنا البروسس الاخير، الا وهو الكوراكويد بروسس بتاع السكابولا. ولاحظ الفرق بين ان الكوراكويد موجود انتيريرلي في حين ان الاكروميون موجود بوستيريرلي. الكوراكويد بروسس ده شبه الصباع المتني بالظبط، شبه البنت فينجر اهو، وهو مهم جدا لان عنده برضو نفس الحكاية، عنده ميديال بوردر ولاترال بوردر، وعنده سوبيرير سيرفيس وانفيرير سيرفيس او انتيرير سيرفيس وبوستيرير سيرفيس. بس الاكروميوم بروسس بيتميز عن الكوراكويد بروسس بيتميز عن الاكروميوم بروسس بان بيكون ليه حاجات خاصة. لما اجي اكبره وابص عليه الاقي ان فيه اوفال فاسيت، يعني جزء سموز واوفال، ده عشان يعمل ارتكيوليشن مع الكلافيكل. ده بالنسبة للأكروميوم بروسس. سوري انا عملت حاجة غلط. الاكروميوم بروسس بيعمل ارتكيوليشن مع الكلافيكل، في حين ان الكوراكويد بروسس بيعمل ستابلايزيشن للكلافيكل. طيب تعال نبص على الكلام ده على الكوراكو كلافيكولر جوينت. الكوراكو كلافيكولر ليجامنت هو الكوراكو كلافيكولر جوينت. ادي السكابولا وادي الكلافيكل. بص الكلافيكل عاملة ارتكيوليشن مع ايه؟ عاملة ارتكيوليشن مع البروسس الموجود ورا اللي احنا قلنا عليه الاكروميون، في حين ان اللي عامل ستيبلايزيشن للكلافيكل اثناء ما هي بتشكل جزء من الاكروميو كلافيكولر جوينت هو عبارة عن مجموعة من الليجامنت ماسكة في الانفيرير بورت او الانفيرير سيرفيس بتاع الكلافيكل، اللي هم اتنين عامة. الاول كان اسمه كونويد بارت اوف كوراكو كلافيكولر ليجامنت، والتاني كان الترابيزويد بارت اوف كوراكو كلافيكولر ليجامنت. لو فاكرين الانفيرير سيرفيس بتاع الكلافيكل كان عند اللاترال سيرد كان في تيوبيركل وفي لاين. التيوبيركل كان اسمها كونويد تيوبيركل، واللاين كان اسمه ترابيزويد لاين. هما دولت كان بيمسك فيهم ليجامنت اللي احنا شايفينهم قدامنا دولت، والليجامنت دولت بيوصلوا للكوراكويد بروسس. معناه ان الليجامنت دولت بيربطوا بين الكلافيكل والكوراكويد بروسس، فهم اسمهم كوراكو كلافيكولر ليجامنتس. باكد تاني، الكلافيكل بتعمل ارتكيوليشن مع الاكروميون، ولكن اللي بيعمل ستيبلايزيشن هو عباره عن الليجامنت اللي ماسكه في الكوراكويد بروسيسز بتاعت السكابولا. طيب اخر حاجه، انا ازاي اقدر احدد السكابولا ديت رايت ولا ليفت؟ انا كل اللي محتاج اعرفه عن السكابولا هما حاجتين: ان الانفيرير انجل دايما هتكون انفيرير، دي حاجه سهله، وان البيز هي اللي موجوده سوبيرير، او السوبيرير انجل سوبيرير سيرفيس هو الموجود سوبيرير. طيب ايه اللي هيعرفني الميديال من اللاترال والانتيرير من البوستيرير؟ اللي يعرفني الميديال من اللاترال هو الجلينويد كافيتي. فالجلينويد كافيتي انا عارف ان هو لاترال، فانت لما تمسك اي سكابولا لازم تخلي
الرأس بتاعت المثلث موجودة inferiorly، والدائرة اللي بتاعت الجلينويد كافيتي موجودة laterally، والسباين موجود posterior. فانت كده تقدر تحدد اذا كانت السكابولا ديت رايت ولا ليفت. طيب تعال نحدد دي رايت ولا ليفت. ادي الدورسال سيرفيس موجود على السباين، اللاترال بوردر موجود عليه اللاترال انجل او الجلينويد كافيتي، والانفيرير بوردر موجود عليه راس المثلث. يبقى ديت كانت ايه؟ دي كانت رايت سكابولا. كده اتبقى لنا حاجه واحده، وهي الاتاتشمنت بتاعه المصل اللي ماسكه في السكابولا. وطبعا الكلام اللي انا هقوله دلوقتي انت مش هتفهمه قوي غير لما تكون درست الاول المسلز، بعد كده تيجي ترجع للاتاتشمنت. بس انا هقولها واعرفك عليها بطريقه سهله. احنا دلوقتي هنتكلم على كل سيرفيس وكل بوردر ونشوف ايه المسل اللي ماسكه فيه. على سبيل المثال الانتيرير سيرفيس، مسل ماسكه في الفصه الموجوده هنا اللي كان اسمها سابسكابولار فوسا. ماسل ماسكه في السابسكابولار فوسا هتاخد نفس الاسم، فاسمها برضو ساب سكابولاريس ماسل، ساب سكابولاريس. طيب ماسل تانية، خلينا برضو احنا ما زلنا في الانتيرير سيرفيس، ماسل ماسكه من ناحيه الانتيرير سيرفيس على الميديال بوردر، المسل ديت اسمها سيريتس انتيرير مسل. طيب مسل تانية ماسكه على اللاترال بوردر اسمها ايه؟ ماسكه على اللاترال بوردر من فوق، من تحت الجلينويد كافيتي، عند الجزء ده، عند التيوبيركل. فاكر التيوبيركل اللي هي الانفرا جلينويد تيوبيركل؟ كان ماسك برضو فيها مصل مهمة، كان ماسك فيها احد التندونز بتوع الترايسبس مصل. ترايسبس عضلة بثلاث رؤوس، في منهم تندون ماسك في الانفرا جلينويد تيوبيركل. يبقى تاني لما جا اتكلم على المصلز الموجودة على الانتيرير سيرفيس بتاع الديسكابولا، هما ايه؟ اولا المصل عامله واخده اوريجين من السابسكابولار فوسا بنفس الاسم سابسكابولاريس. مصل تانيه واخده من الميديال بوردر بتاع الانتيرير سيرفيس اسمها سيريتس انتيرير. مصل تانيه واخدة من الانفرا جلينويد تيوبيركل من الجزء ده اسمها الترايسبس، اللونج هيد بتاعت الترايسبس. غير ان الكوراكويد بروسس كان بيمسك فيها عضلتين، عضلة ناحية الميديال سايد وعضلة تانية عند التب بتاعت الكوراكويد بروسس. اللي كانت ناحية الميديال سايد كانت بتشارك برضو في منطقة الصدر فاسمها بيكترالوس ماينر، في حين اللي موجودة ناحية التب بتشارك في منطقة الارم، وارم اصلا باللاتيني يعني بريكيام، فالعضلة دي اسمها بريكياليس مصل او كوراكو بريكياليس. كوراكو بريكياليس، امسح اللي انا عملته ده، اسمها كوراكو اللي هي ماسكة في التب بتاعت الكوراكويد، فعشان كده اسمها كوراكو بريكياليس مصل. خلصنا كده المسلز اللي عامله اتاتشمنت للانتيرير سيرفيس. طيب تعال نبص على البوستيرير سيرفيس ايه الموجود فيه. ادي البوستيرير سيرفيس، السباين كان بيمسك على السوبيرير ليب مسل وعلى الانفيرير ليب مسل. على السوبيرير ليب عندي كان الترابيزيوس مسل اللي هي العضلة اللي بتكون الظهر، وعلى الانفيرير ليب كان عندي عضلة تانية بتعمل الكتف دلتويد مصل. طيب الفصة الموجودة فوق الاسباين اللي كان اسمها سوبرا سباينس فصة، كان بيمسك فيها عضلة اسمها سوبرا سباينيتس، يعني العضلة اللي ماسكة في السوبرا سباينس فصة،
والفصة كانت موجودة تحت الاسباين كان بيمسك برضو فيها عضلة اسمها الانفراسباينيتس، يعني العضلة اللي طالعة من الانفراسباينس فصة. على اللاترال بوردر كان في 3 عضلات ماسكين، عضلة قلنا عليها في الانتيرير سيرفس، وعضلة تانية هنا، وعضلة تانية هنا، والتلاتة فيهم حرف التي، تي 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 ترايسبس، تي التانية تيرس ماينور، والتي الأخيرة تيرس ميجر مصل. ده بالنسبة لللاترال بوردر. طيب تعال بص على الميديال بوردر من ناحية البوستيرير سيرفس، ماسك فيه 4 عضلات ال ار ار ال ال الاولى العضله اللي ماسكه هنا اسمها ليفيتور سكابيولي، العضله اللي بترفع السكابيولا، ليفيتور سكابيولي. الار رومبويدس ماينور، عارفين الشكل الرومبويدي يعني الشكل المعين، العضله دي شكلها معين فعشان كده اسمها رومبويدس ماسل. رومبويدس ماينور الاول، والعضله اللي تحتها برضو اسمها رومبويدس بس ميجر. بعد كده عند الجزء الاخير من الانفيرير انجل في عضله بدأ بحرف ال اسمها لاتيسمس دورساي ماسل، لاتيسمس دورساي ماسل هي ديت العضله اللي بتكون الظهر من تحت، من تحت الترابيزيس. تعال نبص على العضلات ديت. عضلة عضلة من الشكل بتاعنا بتاع المصل لما نضيف المصل. طيب يلا نبص على العضلات. اول عضلات ظهرت معايا ادي السكابيولا هي على الدورسال سيرفيس بتاعها، عضلة اهي طالعة من الانفرا سباينس فوسا اسمها الانفرا سباينيتس ماسل، عضلة اهي طالعة من السوبرا سباينس فوسا اسمها سوبرا سباينيتس ماسل، عضلة تانية اهي لما بص على الانتيرير بوردر مثلا، انتيرير بوردر ابتدي اللي انا اخفي كل الحاجات اللي ظاهرة عندي دي، عشان ابص على العضلة اللي طالعة من قدام اللي هي العضلة ديت اهي. العضلة ديت طالعة من الفصة اللي موجودة على الانتيرير سيرفس اللي اسمها سوبرا سكابيولاريس، الساب سكابيولار فصة، ساب سكابيولار فصة، فالعضلة هيكون اسمها ساب سكابيولار ماسل او ساب سكابيولاريس. ده بالنسبة لي العضلة اللي طالعة من قدام. طيب نرجع كلامنا ونكمل العضلات اللي طالعة من ورا. عضلة ابتدت تظهر معايا طالعة من السوبيرير ليب بتاعت السباين، العضلة اللي بتكون الظهر قلنا عليها الترابيزيوس ماسل. عضلة تانية طالعة من عند الكراكويد بروسس، تعال نبص عليها. اهي العضلة دي، كل العضلة دي اللي هي اسمها البيكتوراليس ماينور، وعضلة تالتة اللي احنا قلنا عليها ماسكة في التب بتاعت الكراكويد بروسس اللي احنا قلنا عليها كان اسمها كراكو براكياليس ماسل. يبقى لنا شوية عضلات مش هيظهروا على الصورة معانا هنا، فاحنا كده يعتبر خلصنا الاتاتشمنت بتاعت السكابل. اتبقى لنا حاجة أخيرة وهي الليجامنت اللي بتعمل
السكابلا او اللي بتشارك في الفورميشن بتاع الشولدر جوينت والاكروميو كلافيكولر جوينت. هم عباره عن ليجامنتس زي ما احنا شايفينهم كده. ليجامنتس بتعمل استابلايزيشن للاكروميو كلافيكولر جوينت، هم اللي احنا قلناهم من شويه اللي ماسكين في الكوراكويد بروسس. الكوراكويد بارت الكونويد بارت اوف كوراكو كلافيكولر جوينت والترابيزويد بارت اوف كوراكو كلافيكولر ليجامنت. طيب بين الكلافيكل والاكروميون في ليجامنت اللي هو بالشكل ده برضو، الليجامنت ده اسمه كوراكو اكروميون ليجامنت. كوراكو اكروميال ليجامنت ماسك بين الكوراكويد بروسس اللي هو ده، ماسك بين الكوراكويد بروسس والاكروميوم بروسس. وكذلك في ليجامنت ماسك بين الكلافيكل والاكروميوم بروسس اسمه اكروميو كلافيكولر ليجامنت، هو ده اللي بيكون الجوينت يعني. وكذلك كده بين الكوراكويد بروسس والهيومرس ماسك ليجامنت تاني، الليجامنت اللي ماسك ده اسمه كوراكو هيومرال ليجامنت. يبقى تاني الليجامنت اللي عندي باختصار هما تلاتة ليجامنت، ليجامنت ماسك بين الكلافيكل والكوراكويد بروسس اسمه كوراكو كلافيكولر ليجامنت، ليجامنت تاني ماسك بين الكوراكويد بروسس والاكروميوم بروسس اسمه كوراكو اكروميال ليجامنت، وليجامنت اخير ماسك بين الكوراكويد بروسس والهيومرس اسمه كوراكو هيومرال ليجامنت. ادي اول ليجامنت كوراكو، اول ليجامنت اسمه كوراكو كلافيكولر، تاني ليجامنت كوراكو اكروميال، تالت ليجامنت كوراكو هيومرال ليجامنت. كده احنا خلصنا المحاضره بتاعتنا، اتمنى تكونوا فهمتوها.